عسلام. لاباس لاباس. قدم لي روحك. سهير بن علي. مرحبا بيك مدام سهير. منين جيتنا؟ من لهنا باب السويقه. باب السويقه معناها. باب السويقه. اش تعمل في حياتك؟ ماني قلت لك ما نخدمش بطاله. انت حبيت تقعد في الدار؟ خدمه ووقتنا هذايا صعب وهكا ترى في الوضع معناها فهمت. مش انا ما نحبش الله غالب انا حتى كي نمشي هكايا ما شوف فما بنات اختارت انها هي تحب تكون بطل شوي زياده الشهريه تو تخدم وما يخلصوكش الشهريه شوي فهمت الله غالب اش تحب تعمل وبرشا سويه ولا شويه معناها انت وكيفاش معناها تحب تخدم نهار كامل ولا انت وشنيا معناها هو الخدمه اغلبيه الخدمه 8 سوايع فما عبيد تحب تخدم شطر نهار فما ما يساعدهمش يخدموا نهار كامل دونك يقول لك لي ما تساعدنيش الخدمه هذه نخدم انا 8 سوايع نهار كامل شهريه شويه فهمت المشكله توا وليت انه واحد يخدم نهار كامل وشهريه شويه معناها برشا تعب مقابل دخل شهري ضعيف برشا اكثر منها وما يخلصوش معناها شهريه شويه مش تحب تعمل انت صاروا لك مواقف هكا ليه انا ما خدمتش انا عمري ما خدمت انا عمرك ما خدمت خدمت انا مره في اسطوره يخلصوا بالجمعه انا خدمت انا ما قعدتش برشا فهمت قعدت كيكا الجمعه خلصوني بالجمعه معناها الجمعه اللي خدمت فيها خلصوني وهربت ليه مش انا هربت ليه؟ بطلت وحدك هما خاطر عندهم هما شكون عندهم فهمت عندهم شكون وحدك بطلت باش يخلوا اللي عندهم ويخدموني انا شي المشكل بالعكس اللي يخدم هو اللي يستحق معناها اللي مستحق هو اللي يتقبل اكثر في الخدمه خاطر نحسها معكوسه انا شويه مظاهره اي معكوسه نحسها في الخدم في هكا مثال في الماخذة ماشي كيفاش يغزروا المظاهر كيفاش؟ والله ما نعرف انا كي تمشي تشوف خدمك معكوسة فهمت كيفاش معكوسة فسر لنا معكوسة معناها انا تو كي باش نمشي مثال اللوج على خدمة ما نرقاش ما تحسها عاكسة عاكسة في حياتك هكا مثال الجواز مثال ها وجاشي حد عرس بيا الجواز جاشي حد خذاني ماني نحكي لك انا فهمت تحسها معكوسه معناها كنت معرسه اي كنت مطلقه انا بقيت واحد ولد حرام فهمت وهو ما يحبش يخدم فهمت انا خاطر نحكي لك هو ما يحبش يخدم انت قد بقيت معاه ساعه شنش ربحي منه انا قداش بقيت معاه معرسه مش معاه برشا انا لا ما بقيتش معاه برشا بقيت معاه الجمعه بقيت معاه الجمعه في الخدمه الجمعة في دار راجلك اي خاطر هو ميا هو ما حبش ياخذني هو قعد معايا الجمعة بس كيفاش خذيتوا بعضكم كتبتوا صديق ولا اي ماني عرستوا جمعة رسول الله تي هو خذاني بالسيف هو يقولوا شهر العسل وموا شهر حلو هو ما حبش هو خذك بالسيف خذاني برمش يحكي معاه هو ما حبش اش نعمل له في الاخر كتب صديق هو حتى صديق ما حبش يكتب علاش قال لك قيعمل لينا نشد الحبس وما نكتبش عليك الصديق برح شنو صار هو باش يدخل الحبس نعرف علي مو خاطر معني هاك الحكايه هذيك فهمت وانا شاكيه بيه كل شيء قديش عمرك انت كي عرست انا صغيره 16 هو قديش عمرك عرست صغيره هو قديش عمرك 23 هو معناه انت علاش تشكي بيه؟ انا شكيت بيه على الحكايه ذي معناها خاطر هو ما حبش هو ما حبش ياخذني علاقتك بيه كانت بالرضا ولا الحقيقه؟ لا مش بالرضا هو يهدد فيا هو زاد كل مره يهدد فيا كل مره يهدد فيا انا خفت انا ما كان نوع انا ما كان نوع اللي نخاف راه مانيش كيما برشا نسي ولا فهمت الوضعيه نتاعك تو خويا ما نجمهمش انا ربي هو اللي ينجمهم ربي اقوى منهم دونك وقتها كان مضطر انه باش يكتب صديق انا قلت لك كتب عليا صديق بالسيف ما حبش هو ما حبش يصلح غلطه اي ما حبش يستعرف فهمتك ما تفهمنيش مشيت هنا مشيت انا طلقت على روحي وكها و انت كنت تحبه وقتها ما هو زاد الحب راهو عنده دور زاد شنيا وهو يحبني راهو من الاول راهو هو من الاول يحبني
يحبني هو من اللو. علاش ملا سامحني هو علاش ملا عملك العام هذيك؟ يحبني حبني هو من اللول حبني، ومن بعد ولا ما نعرفش انا مخي الانسان هكاك الراجل هكاك من بعد يدور عليك من بعد يتقلب من بعد يولي ما عادش حاجته. ليش من الاول داركم ما حبوش عليه؟ دارنا ما في بالهم، دارنا ش عندهم شي يعملوا لي؟ يسمعوا شنو قالوا لك دارك؟ ما قالوا لي شيء، قالوا لي بار مشي، قالوا لي بار باركت بصديق وكا هو ما لا ضربوك لا صحوا عليك يعني بار مشي كتب صديق و اما اكيد راهو تغشوا عليك. اي عندك خويت ساعه ولا اي شنو كان موقفهم من الحكايه؟ نحن ثلاثه بنات اخوه عندي. بنات عندي اختي اصغر مني. بيلي عندك اولاد باش نقولك شنو هي موقفهم؟ نحن ثلاثه بنات اخوه، عندي اختي اصغر مني وعندها اولاد، معرسه عندها اولاد. هو عندك شكون في حياتك ولا انا؟ لا ما زلت صغيره اكيد باش تعاود حياتك. ربحه منهم انا، خليني هكا. انت ما زلت صغيره طيح والله خو صورك تعاود حياتك. هاني مرقيتش. كيفاش تحبوا الراجل؟ الزهر هاو بالزهر ما جاني حتى راجل. اش نعملت؟ كيفاش تحبوا انت الراجل؟ يحبوا يخدم على روحه وباهي معايا وكل شيء. انا زادا مشني ماخذة راجل تيري ريت والله. اي زادا ما يصرفش عليا زادا وخايتي انا شنو ومعايا يخدم؟ ما لا باش نقعد انا نخدم عليه، انا ما نخدمش عليه، انا يمشي هو يخدم على روحه. انت ما هو ذاك اللوجيك شبيني انا سامحني انا نمشي ناخذ راجل باش انا نخدم عليه؟ تو رجولية ذيك ماهيش رجولية. ما برشا حالات هكا؟ برشا يا خاصة تو في تونس العاصمة هذيا هكا. اي اما كي تلقى راجل هكايا ولد عائلة يحبوا المرأة تخدم عليه. تلقى راجل مناسب يخدم على روحه وكل شيء وناوي على حلاق. كي نرقى علاش ليه؟ والله غالب ما رقيتش انا حتى لي. ماكش رافضة انك تعاود حياتك؟ انا حتى اللي يتيحوا بيا الكل ما همش باهين معايا ويخدموا في مخاخهم، وانا وخاتي شنيا مربوحي انا والله. انا خاطر نحكي لك في الوش. كيفاش يخدم مخو؟ يخدم مخو على الحكايه هذيك ويوصل زاده يوصل ينحي لك فلوسك. علاش معناها؟ علاش هو يوصل معناها يوصل يعمل لي شنو تكون رد فعلك؟ مربوحي ترى ما عندك حتى نحي لي في فلوسي. انا مرا يعلم بيا ربي علي، انا ما نحبش هكاكا فهمت. اما انا ديما نتحيهم من ربي، انا ما يعملوا لي هكاكا نتحيهم من ربي. شنو يكون موقفك؟ كيفاش تحكي معاهم؟ هما نحسهم صعاب شويه كي خاطر باش تو بلي انا يتيحوا بيا اختي ناس ذيوبه باش ننجمهم. انا ما ننجمهمش اختي، يتيحوا بيا ولاد حرام. اما انا ديما نقول ديما نهز عينيا نتحيهم من ربي. ربي هو اللي يخولي حقي حسين. وخلي لك الكلمة الأخيرة. الراجل راني ما نربح منه شيء، يحبك أنت تخدم عليه وماهيش رجولية، راه يحبك أنت تخدم عليه أنا نخدم عليه حتى نرقاه للروحي. شنو تحب تقولهم الرجال هذا؟ شنو تحب تقولهم؟ شنو الرجال هذا؟ أنا ماذا بيا نحب هكا معناه يتيح بيا راجل اللي يخاف ربي وباهي. بالنسبة للرجل اللي يحب امرأة تصرف عليه شنو تحب تقول له؟ شنو؟ يحب امرأة تصرف عليه؟ لا أي ليه ما. والله أنا خاطر أخو أنا ما تساعدنيش أنا. تينا جيعانة في كرشي أنا وخاتي، تينا حتى نرقى باش ناكل أنا وأنا فاش قام نخدم عليه؟ تي ما هو اللوجيك ولا؟ ميرسي مدام. تينا ما نحبش والله. Yeah.